ثم مضى الأرباب بعدها متأخرا وهو يقول بكل سعادة: نحن جمعية Children of Syria بالتعاون مع منظمة إيلاف قمنا بحفل ترفيهي في مدينة إدلب للأيتام المهجرين من محافظات سوريا. تضمن هذا الحفل عرض مسرحي من قبل فريق شباب سراقب، بالإضافة إلى عرض مسرحي راقص، بالإضافة إلى توزيع هدايا للأيتام الحاضرين. شكرا. هذا يعطي قدرة موهبة، لازم هاي الإنسان يستغلها بفعل الخير ومساعدة الناس، صح؟ حتى إذا كان وكما تعلم فهو اقوى مني، وكما اخشى ان يعود ليبطش بي ويقتلني. جينا اليوم انا والماما واخذنا العاب كثير واخذنا هدايا واخذنا انشاط والعاب وهدايا، وكل عام وانتم بخير. هلا قالوا لي نحن خلصنا. السبقة لكم لأنكم كنتم مسترعين.